السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم وجبة كتجي رائعة بزاف بزاف ولذيذة، ما تشبعوش منها. كنتمنى تجربوها إن شاء الله بحول الله. هاد الوجبة ديال الدجاج والشيفلور في الفرن، كيجي رائع رائع بزاف، وكنتمنى تجربوه. ودابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نخليكم مع الطريقه والتحضير ان شاء الله بحول الله. دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نقبطوا هذا الراس ديال الشيفلور او القرنفل مع شويه ديال الدجاج، عندي واحد الدجاجه صغيره مع واحد الفخيدات ان شاء الله بحول الله. دابا غادي نخليكم مع الطريقه والتقديم ان شاء الله بحول الله. دابا الان غادي نشد هاد الراس ديال الشيفلور وغادي نقطعو. غادي نحاول بانني غادي نقطعو غير صغير، ما نقطعوش كبير، بهاد الطريقه هكا. دابا ان شاء الله بحول الله انا ساليت، كنقطعو هكا صغير لان تبارك الله الراس ديال الشيفلور كبير. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نغسلو مزيان وباش نديرو يتسلق. دابا ان شاء الله بحول الله ملي غسلتو درتو في واحد الطنجره ونفرغ عليه شويه ديال الملح هكا. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نشعل عليه البوطه ونخليه يتسلق واحد نص سلقه ان شاء الله بحول الله، نيت تصدق مطلقه. دابا ان شاء الله بحول الله غادي ندوزو للمرحله ديال الدجاج والطريقه كيفاش، وغادي نقول لكم التوابل اللي غادي باش نشرمل هاد الدجاج. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الابزار الابيض، معلقه ديال الخرقوم، واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال القزبر اليابس ومطحون، ومعلقه صغيره على حسب الذوق ديال القوام اللي عندكم ديال الدجاج والراس ديال الكبر، وواحد جوج ديال الوريقات ديال سيدنا موسى. دابا الان بقات مع الطريقه كيفاش غادي نحضروا هاد الدجاج باش نشرملوه ونديروه يطيب بوحديته. كنفرغوا الدجاج، كنجيبوا واحد الاناء غادي نصبغ التوابل، عفوا غادي نشد هاد التوابل كامله نفرغها هنايا بهاد الطريقه. غنخليوها جوج ورق سيدنا موسى بلاتي، وغادي نجيب واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، ها هما دو عندي مخلطين جوج بهم بهاد الطريقه، شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس وديك الفصيصات ديال الثومه. غادي نحاول نطحنهم في لاشوار او كيف ما بغيتو نتوما. غادي نقطعو، انا كنقول يعني نشارك معكم هذه الوجبه كتجي رائعه وغنشاركها معكم دقه بدقه مرحله بمرحله. دابا الان مع راه مغسول مصور ماضي، غادي نقطع هاد القزبر ومعدنوس، وخا نقطعو شويه كبير ماشي مشكل لانه راه غادي نزيد نطحنو في لاشوار. هاد الشوار هاد الاله غير باليد، وغادي نضيف مع هذاك الثومه حتى هي غادي نحاول نقطعها شويه رقيقه. دابا الان ملي قطعت داك القزبر والمعدنوس غادي نحاول نضيفهم هنايا في هاد لاشوار ديال اليد. ودابا
دابا غادي نطحنهم كاملين باش ما نصدعكمش على ما نطحنها. دابا الان طحنتو بهذه الطريقه، شوفوا راه كتجي مطحونه مزيان. دابا نجيب هذا الاناء ونحاول نفرغ هذا الشيء كله اللي طحنتو هنايا، الثومه والقزبر والمكنوس. غادي ندير واحد شويه ديال الماء حيت ما غاديش ندير الزيت في الاول، غندير واحد شويه ديال الماء باش نشلل بها. هذه هو اللي غادي نديرو في هذا الشاموله بهذه الطريقه. دابا الان غادي نحاول نخلط كل شيء مع بعض بهذه الطريقه هكا، باش غادي نشرمل هاد الدجاج نخليه واحد تقريبا نص ساعه يتشرب هاد الشرموله. عندي دجيجه صغيره، كيجي روعه روعه بزاف. وهادو الفخيطات انا ما كندير لا زيت لا والو، غير داك التوابل العطريه اللي وريتكم فقط. هكا وغادي نخليه مع جنب باش يتشرب مزيان. دابا الان غادي نجيب واحد المول وغادي نضيف عليه شويه ديال الزيت النباتيه بهذه الطريقه هكا، واحد ربع كاس ديال الزيت النباتيه هكا او البلديه على حساب اي زيت عندكم. وغادي نشد داك الدجاج مني تشرب داك الشرموله، غادي نحطهم في هاد المول نستفو مزيان بهذه الطريقه. دابا الشيفلو راني دايره كيتسلق، وهذا هو الدجاج انا كنستفو في هاد المول. دابا نتوما الدجاج ما غادي ديروه على حساب الافراد ديال العائله. وغادي نشد داك الشرموله اللي بقات ليا ديال التوابل وداكشي وغادي نخليها مع جانب. دابا كندير غير هكا في هاد المول بهاد الطريقه، كاين شويه ديال الزيت وداك الدجاج كنحطو فقط. هاد الشرموله هادي اللي كنبين لكم غادي نخليها، غادي نضيف واحد المعلقه ولا جوج فوق من الدجاج باش ما يجيش عاوتاني ناشف كاع في خطره بهذه الطريقه. دابا الان غادي نجيب واحد الكاغيط ديال الزبده وغادي نحاول باش نغطيه من الفوق كما كتشوفوا، وغادي نغطيه مزيان. وغادي نكون شاعله الفران باش ندخلها في الفران هاد المول يطيب مزيان. تيبقى داك اختياركم ديروه في طبسيل او في لاطا او فاش ما بغيتوا، انا درت بهذا. دابا الان ملي كنلفو في ورق الزبده كنضيفو كنحطو في الفران، يستحسن اننا نديرو واحد الطبسيل من الفوق باش ما كيتحمرناش دغيا، ما تيطيبش يعني دغيا الدجاج كيطيب على مهلو باش ما كيتحمرناش من الفوق. ودابا الان غادي نشدو داك الشرموله اللي شاطتنا، غادي نضيف عليها معلقه ديال الكمون ومعلقه ديال البابريكا فلفله حمراء، وغادي نزيد نضيف واحد جوج بيضات. انا دابا ضفت وحده وغادي نزيد الثانيه ان شاء الله بحول الله. ملي كنضيفو على داك الشرموله البيض كنحاولو نخلطو كلشي مزيان مزيان حتى يتخلط القوام كامل. كنتمنى تجربوها راه كتجي رائعه بزاف. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الهريسه تكون شويه حاره، هادي عندي هاد الهريسه ما حاراش بزاف. ملي كنحسو بالخليط بان تخلط كلشي البيض مع ديك الشرموله، دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نزيد نضيف على هاد الشرموله واحد جوج معلقات ديال الطحين الدقيق الابيض. دابا الان غنضيف المعلقه الاولى وغادي نزيد نضيف المعلقه الثانيه، غادي نحركو عاوتاني هاد المكونات كامله حتى يندمج كلشي ضربه واحده.
دابا الشيفلو راه تسلق وراني صفيتو فواحد الصفايه، خليتو شويه يبرد باش ملي يبرد ان شاء الله بحول الله هاد الشرموله غادي نحاول نضيف عليها، غادي نديرو باش يتشرمل مزيان تما كما غنوريكم. دابا الان غادي نضيف داك الشيفلور في هاد الشرموله، راهو دراني دايره في هاد الشبكه وبرد شويه. دابا غادي نبقى نهز بوحده بوحده وغادي نبقى نحاول نفرغ عليها هاد الشرموله بوحده بوحده. هذه هي الطريقه ديالو، ومنين نبقاو نديرو لها بحال هكا نبقاو نهزو بوحده بوحده ونحطوها في اللاطه. دابا الان جبتو من الفرن في حالة راه دخلوا شوية طياب الدجاج. دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نحاول باش نهز هاد الشيفلور اللي راه تشرب هذاك القوام ديال داك الشرموله اللي خلينا، وغادي نضيفوه مع جوانب هكا. يعني غادي نستفو هاد الشيفلور كامل هكا مع هاد الجوانب اللي فارغين. عفوا يحسب لي راني طالقه الفيديو بانني استفت داك الشيفلور كامل هنايا، وداك الشرموله اللي كتشاط ليا داك القوام كنحاول نفرغو على هاد الجوانب كلها ديال الشيفلور. ودابا الان غادي نولي نغطيه بديك الكاري ديال الزبده، نحاول نحشيه في الفران. ودابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نغطيه بهذه الطريقه عاوتاني ونحشيه في الفران يزيد يطيب واحد شويه، ومني يطيب غادي نزول هذا الكاغيطا نحاول نزوله باش نخليه يتحمر من الوجه، ومني يطيب ان شاء الله بحول الله نتلاقاو. شوفوا ما شهيتكم كي كيجي روعه، واحد الرائحه هائله بزاف بزاف. وهذا هو الطبق ديال اليوم اللي حضرنا بالشيفلور مع الدجاج، كيجي روعه في الفرن. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد، ونقدموا هذا الطبق بالصحه والراحه ان شاء الله بحول الله في الفيديو الاخر ان شاء الله.